بسيطة، أنت خسرت عملك بسبب أقاويل، بسبب إشاعات، بسبب منافسين، أو ممكن تكون تعرضت حتى لخسارة مادية، وهاي الخسارة مأثرة عليك بشكل كبير. هاي للناس اللي عندهم شراكات أو يعني عندهم عمل خاص بهم. أما بالنسبة للناس العامة اللي هي ممكن يكونوا الموظفين أو شيء، قاعد أشوفك أنت خلال هاي الفترة دا تحس نفسك مقيد أو عندك ليمت معين للمصاريف، دا تحاول إنه تمشي مصاريفك بالعافية، يعني شلون نقول بالعافية احنا، يعني تعافر على مود في سبيل انه مصاريفك هذه تكفيك لآخر الشهر. كلنا نعرف انه احنا حاليا بأزمة، فممكن هاي الأزمة المادية مأثرة عليك. طبعا الورقة اللي طالعة هناك للمال هي ورقة السيرفنج فوند مقلوبة، فاللي قاعد اشوفه انه انت قاعد تحاول 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 حتى توازن امورك المادية، او حتى انه تخلي ليمت معين للمصاريف حتى ما تحتاج، ونفس الوقت تكون يعني شلون اوصف لك اياها، انه حاجاتك او احتياجاتك بالبيت، او سواء بالبيت او اذا كنت انت مثلا عندك مسؤوليات اتجاه العائلة، لان البعض منكم اشوف عنده مسؤوليات اتجاه العائلة طلعت لي بالاسرة، فده تحاول تساعد، فده تحاول انه تخلي وضعك المادي مستقر حاليا، وعندك تفكير كلش كبير بالمادة ومأثر عليك هذا التفكير بشكل سلبي حتى على الصحة. فحاولوا انه تفكرون بإيجابية شوية خلال الفترة اللي جاية، يعني خلوها على الله. اشوف اكو مساعدة من شخص من العائلة، مقرب من العائلة راح يمد ايده وراح يساعدكم بمبلغ، او ممكن بإشي ثاني اذا كنت مثلا رايد وظيفة او شغل، خاصة للناس اللي خسروا شغلهم اشوفه بسبب اقاويل، او حتى خسره وممكن خساره ماليه، اشوف اكو شخص راح يحاول يساعد برج السرطان حتى يطلعه من الازمه اللي هو موجود بها حاليا، واللي هي تشمل العمل والماده. بالنسبه للصعيد الصحي لك يا برج السرطان، اللي اشوفه انه انت صحتك حاليا متاثره بالحاله النفسيه بالدرجه الاولى. البعض منكم يا برج السرطان طالع لي هنا سيناريو موجود انه اكو كلام وصل الك او انحكى عنك، الكلام هذا كان بيظلم، وهذا الكلام حاليا موجع راسك يعني بالمعنى النفسي وبالمعنى الجسدي. اشوف اكو كلام او اقاويل طلعت على برج السرطان باخر فترة، وهاي الأقاويل أو حتى المكالمة اللي إجته أو الرسالة مأثر على صحته بالدرجة الأولى. فالبعض من عندكم أشوف قاعد يعاني حاليا من كثرة التفكير، أرق، ما يقدر ينام، بعض منكم أشوف عنده صداع. أما البعض الثاني من برج السرطان أشوف عندك آلام بالعظام خلال هاي الفترة، حاول تنتبه عليها شوية، وحاول إذا زادت عندك هذه الآلام انه تتجه الى الطبيب استشارة طبية، بس ان شاء الله الامور طيبة، يعني لا تخافون، الله يعطيكم الصحة والعافية. بس هي مجرد اشياء ممكن انا انبهكم عليها حتى بالفترة الجاية تنتبهون على نفسكم وممكن تتفادون شيء اكبر. فالبعض منكم اشوف قللوا من القلق النفسي اللي موجود عندكم، لان هذا الشيء قاعد يأثر عندكم، ارق على منطقة الرأس، صداع، وبسبب قلت لكم اقاويل اكو على برج السرطان، اكو ناس دا تحاول توقع بينك وبين شخص او حتى تسبب لك مشاكل بالعائلة. احذر من هاي الطاقة شوية واحذر من هذول الناس، وحاول انه تخلي حد للناس اللي موجودين بحياتك بالفترة الحالية، لانه ممكن يطلع عليك كلام يوجع راسك بالفترة الجاية. بس اطمن، انا اشوف انه انت قد التحدي، فراح تقدر تصد هاي الاشاعات والاقاويل، بس هذا لا يمنع انه هي ممكن تأثر على حالتك النفسية. اما بالنسبة للصعيد العائلي، برج السرطان اشوف على الصعيد العائلي امورك راح تبلش تتوازن، اكو مصالحات مع البعض، البعض منكم اشوف عنده مشاكل صار لفترة ممكن ويا اخ كبير او ويا الاب، شخصية الاب او الاخ الكبير، بس اشوف اكو مصالحة. اما بالنسبة للناس اللي متزوجين اشوف اكو مساعدة راح تكون، اكو شخص راح يقدم مساعدة لكم، قلت لكم اياها على الصعيد العمل ايضا، شخص من العائلة اشوف راح يقدم لك مساعدة بمبلغ مالي، راح ينطيك اياه حتى تمشي امورك بيه خلال هاي الفترة، واللي قاعد اشوفه انه انت راح تقبله. هذا الشخص كبير بالسن، اشوفه اكبر من عندكم، والفترة الجاية خلال يعني 8 ايام راح يكون لك تواصل ويا هذا الشخص، وممكن انه
راح يساعدك بمبلغ مالي يخليك تمشي أمورك بالفترة الحالية. هسه ننتقل للصعيد العاطفي. على الصعيد العاطفي أشوف أني عندي مقسومة القراءة العاطفية إلى نصفين، للمنفصلين صار لهم فترة، ولل يعني الناس اللي هسه مرتبطين ورد بعلاقة هم موجودين. فخلي أبلش لكم أول مرة بالناس اللي هم أساسا بعلاقة الفترة الحالية، يعني مرتبطين. يعني أشوف أنه الناس اللي حاليا بعلاقة أنتوا قاعد تتعاملون ويا شخص عنيد، ممكن يكون أكبر منكم بالسن هذا الشخص، أو ممكن يكون بينكم وبينه فرق يعني بالسن، ممكن هو أكبر أو أنتوا أكبر. بس اللي قاعد أشوفه أنه أكو شخص مغرور متكبر جدا عنيد، وهو يحكي بكلمة آني آني آني، يعني من النوع اللي صعب يعبر عن مشاعره، وحتى من يعبر عن مشاعره تحس انه اكو بيها غرور، يحسسك انه هو اكو ملي بالمشاعر اللي هو دا يقول لك اياها. هو هذا الشخص اني اشوف انه عنده مشاعر اتجاهك، هذا لا يمنع ان هو مشاعر اتجاهك موجوده، ولكن هو من النوع اللي عنده كبرياء، الكبرياء زايد عن حد لدرجه انه هو ما يقدر يعبر لك عن مشاعره، هو يستحي يعبر عن مشاعر الشخص. ممكن هذا الشخص من النوع اللي يقول لك اني اذا اعبر عن مشاعري وابين ضعفي لهذا الشخص فهذا الشخص باكر راح يستغلني، راح يتعبني. اشوف انه هذا الشخص ممكن كانت عنده مشاكل بعلاقات سابقة، وهاي المشاكل اللي عنده صارت وياه سابقا بسبب اهتمامه زائد بالناس، خلته خلال هاي الفترة هو خايف انه ينطي مشاعر، يعني مصدر وجه خشب للناس رغم انه هو اكو مشاعر بداخله. البعض منكم اشوف انتو عندكم زعل ويا هذا الشخص صار لكم فترة، ممكن 7 ايام وشي رقم، يعني اكو شي برقم 7 طالع لكم هنا اكثر من مرة تكرر. فهذا الشخص اشوف اذا صاير بينكم زعل هو يريد يجي يقدم صلح، طبعا هاي مو للمنفصلين، للمرتبطين وحاليا اكو بينهم تباعد، يريد يتقدم هذا الشخص خطوة تجاهك، يريد يصالحك، هو مقدم لك كاس الحب يريد يصالح، ولكن شوية عنده نوع من الكبرياء، هو ده يقول انه خلي انتظر شوية هو راح يجي، انتظر شوية هو راح يبادر، هو راح يجيب مسج، هو راح ينطيني اشارة حتى انا ادخل. فهو منتظركم هذا الشخص. طبعا الحلو انه العلاقة اللي بينكم وبين هذا الشخص رغم انه قلت لكم هو ممكن يكون عنيد ومتكبر شوية، وده هو تعبان بحياته هواية، هذا الشخص اشوف يعني تعبان بحياته وتعبان على نفسه. فلهالسبب هو يشوف الناس بطرف عينه، يعني هو من يباوع حتى على الشخص تحسه يباوع بطرف عينه. وممكن ايضا يكون هذا الشخص من برج الحمل اللي انتم تتعاملون وياه همينه، اذا كنا نحكي على ابراج فطالع لكم برج الحمل، يعني هو طاقة هذا الشخص طاقة الامبراطور طالع، فهو كلش معظم نفسه، يعني هو شيء كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده مهما كان هذا الشخص مواصفاته زينة. بس انه من يوصل لمرحلة انه يستحي في يقول المشاعر ما يعبر عنها، فهذا الشخص اكو عنده مشكلة من الطفولة ممكن مأثر عليه بحياته، او مر بعلاقة فاشلة، وهنا هم ايضا طلع لي انه هو ممكن يكون سابقا مر بعلاقة فاشلة ضيع بيها وقت ضيع بيها تعبه وهتم، ولكن الطرف الثاني جاذاب انه ممكن خذله او خيب ظنه، فهذا الشيء اللي مخليه حاليا هو يستصعب انه هو يفتح قلبه للحب مرة ثانية، مخليه متردد انه هو يعبر عن المشاعر حاليا. بكل الأحوال البعض منكم طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية، لأن هواي ناس يكتبوا لي بالتعليقات إنه القراءة عكسية، القراءة عكسية، ممكن القراءة العاطفية تكون عكسية، ممكن تكون أنت الشخص اللي أنا داحش عليه وأقول شريكك، أنتوا أدرى، أنتوا تعرفون أكثر لأنها قراءة عامة، فمستحيل تنطبق عليكم كلكم، تنطبق على جزء من عندكم فقط، يعني ممكن تنطبق نسبة 50% 30%، بس ما راح تنطبق 100% على الكل. هاي بالنسبة للبعض الأول. أشوف هذا الشخص بالنسبة للمرتبطين أكو صلح بعد تباعد صار بيناتكم، ممكن صار لكم 7 أيام أو ممكن أكثر، يعني الله أعلم حسب المدة اللي أنتم متباعدين بها. أشوف من بعد تباعد هذا الشخص ممكن راح يقرر أنه هو ياخذ خطوة يعبر لك عن مشاعره، وأخيرا بعد فترة بعد تعب، بس ما أشوفها حتجي بطريقة مباشرة، راح يبلش خطوة خطوة. هو ما يحب، مو من النوع اللي يحب التسرع، هو شوي ثقيل قاعد بمكانه،
فراح يبلش طبعا هو مراقبك هسه حاليا ومنتظر منك إشارة، أو منتظر إنه أنت تدخل له، بس راح يستسلم آخر شيء وراح يدخل وراح يصير صلح بيناتكم. هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقة مو منفصلين، وإنما أكو زعل أو فتور بالعلاقة صار لفترة، أكو مصالحات راح ترجع من بعد عناد سواء من ناحيتك أو من ناحيته. أما بالنسبة للبعض الثاني، أشوف البعض منكم يا برج السرطان دا تحاولون تتهربون من شخص صار لكم فترة، دا تتسحبون من العلاقة شوية شوية، لأنه هاي العلاقة أشوفها مأثر عليكم هواية خلال هاي الفترة، دا تفكرون بها هواية، ممكن عندكم تخوف أو تردد اتجاه شخص معين مخليكم متسحبين من هاي العلاقة. فالبعض من برج السرطان أشوفك دا تحاول تطلع من علاقة الشخص هذا، ما أشوف الغلط منه 100%، أشوف الغلط بيك، ولكن ممكن هذا الشخص اللي أنت قاعد تتعامل وياه أو اللي منفصل، طبعا هذا سيناريو ثاني لأن قلت لكم هي انقسمت قسمين القراءة العاطفية، يعني ناس طاقة منها طاقة منها، فهاي طاقة الشخص اللي أنت قاعد تحاول تتهرب من عنده تتسحب منه، أو ممكن دا تحس إنه هذا الشخص متلاعب وياك، بس هذا الشخص وجوده بحياتك مو صدفة، أنت وهذا الشخص ملتقين بأمر من الله، يعني الله هو اللي مسبب إنه أنتوا تلتقون، لأنه هذا الشخص يريد يعلمك درس. أما ممكن برج السرطان يكون سابقا كان ظالم أحد، مأذي أحد بموضوع ما بعلاقة ما، فإجا هذا الشخص بطريقك حتى يعلمك درس يسوي بيك، يعني هنا أكو كارما، دا أحس أكو كارما بالعلاقة بالفئة الثانية الطاقة الثانية، أكو كارما من شخص موجود بحياتك أنت دا تحاول تتسحب من عنده، أنت دا تحاول أنه تطلع من العلاقة لأن هذا الشخص تعبك، بس هذا الشخص اللي دا يسوي بيك واللي وجوده حتى بحياتك، انت ممكن تكون مريت بعلاقة سابقة كنت انت قاعد تسوي بالشخص الثاني مثل ما هو هسه قاعد يتعامل وياك، كنت تتعامل ويا العلاقة القديمة اللي كانت عندك بنفس الطريقة اللي هذا الشخص حاليا قاعد يتعامل وياك بيها، فانت دا تحس انه اكو شلون الحق قاعد ينرد حاليا، او ظلم انت كنت ظالم الشخص قاعد يرجع. طبعا القراءة ممكن تكون عكسية، ممكن تكون انت اللي تريد تعلم هذا الشخص درس او راح تعلمه درس من بعد شيء بالماضي كان مأثر عليه وتعب. هذا الشخص اللي موجود اشوف انه هو بالفترة الحالية الناس اللي قاعد تتسحب، دا احس انه هذا الشخص بلش ينسحب هو ايضا من العلاقة من بعد ما حس انه انتو قاعد تتهربون منه أو تتباعدون، يعني شاف طرف الخيط هو سبقكم، فدا أحس إنه هو حاليا منسحب، دا يخطط للانسحاب، دا يخطط للابتعاد، لأنه هو قاعد يشوف إنه العلاقة اللي بيناتكم ما تستحق المجهود اللي هو قاعد يبذله، لأن قلت لكم أنتم ممكن البعض منكم قاعد يتعامل بطريقة مو طريقته الحقيقية، وإنما طريقة شخص كان بحياته سابقا وكان يعاملك بهاي الطريقة يا برج السرطان، فأنت قاعد تعيد هاي الطريقة بهذا الشخص كرد، إنه ممكن كرامة ممكن نقولها يعني تجيجي. بس هذا الشخص أنا أشوفه هو طيب، قلبه طيب، وهو عنده خيبات أمل سابقة، وحاليا هو مجروح من عندك زعلان، لأن قلت لك هنا حتى بالطاقة العامة اكو شخص مستغرب، انه مستغرب تصرفاتك، ما عنده وضوح، هو دا يحس بخسارة وفقدان بس ما عنده معلومات كافية، هو ما قاعد يعرف شنو سبب انسحابك عنه هاي الفترة، هو ماكو رؤية واضحة عنده، انت تارك له طاقة تشويش، لازم هذا الشخص يعرف الشيء اللي انت دا تسويه هذا شنو سببه، فلهالسبب هو ماخذ طاقة الانسحاب، هو دا ينسحب، هو دا يخطط انه ينسحب من العلاقة، لانه شاف انه العلاقة بيناتكم متعبة هاي بالدرجة الأولى، ثانيا دي يحس إنه المجهود اللي قاعد يبذله بهاي العلاقة ما راح يجيب نتيجة، هو قاعد يستنزف نفسه، يستنزف مشاعره، قاعد يحس إنه هاي العلاقة مستنزفة إلى صارت، فلهالسبب هو قاعد يحاول ينسحب حتى ما يحصل العشر سيوف اللي حصلها سابقا من شخص غيرك، فلهالسبب هو بلش ينسحب
لأن يعرف إنه العلاقة بينكم راح تنتهي، فيحاول إنه ينسحب من العلاقة بأقل الخسائر حتى ما تأثر عليها زايد. فللناس اللي ينطبق عليها هذا السيناريو، حاول إنه تكون واضح ويا هذا الشخص، وإذا كان هذا الشخص مهم بالنسبة إليك فأنصحك إنه تترك الانسحاب اللي أنت بيه، الانسحاب التكتيكي اللي مسويه، وتروح تحكي ويا هذا الشخص، تحكي له مشاعرك بصراحة، أو حتى ممكن لا ترجع له بس انطي سبب يخليه يفهم أنت ليش قاعد تصرف وياه بهاي الطريقة وليش هيك قاعد تنسحب منه. انطي سبب يقنعه، حتى لو كنتوا مثلا يعني تريد تنفصل منه، أو أنت هذا الشخص ما مقتنع بيه تماما، أو ما زلت تفكر بالماضي، لأن هنا أكو دورة قاعد تنعاد، فأنت ممكن أكو شخص من الماضي قاعد يلعب بعقلك حاليا، وهذا الشخص يكون علاقة جديدة، فأنت قاعد تعب الشخص الجديد بدون سبب وما لذنب، مجرد أنه أكو شخص من الماضي رجع يتسحب بحياتك وقاعد يمارس عليك يعني هنا ألعاب يعني عقلية، أنه يلعب بعقلك شوية، لأن هذا الشخص أساساً كنت تتعامل وياه هو متلاعب. فأنت حاول أنه تكون صريح ويا هذا الشخص للظلمة، لأنه إذا ظلمت الكارما راح تنرد عليك مرة ثانية. يعني هذا الشخص إذا أنت جرحته راح تنرد لك مرة ثانية، أنت راح تنجرح أيضا. فحاول تكون صريح ويا هذا الشخص، حاول أنه ما توصل للعشر سيوف، لأن هو هسه خايف من النهاية اللي ممكن تكون بيناتكم لسبب، قاعد ينسحب، شافك أنت منسحب، دي يشوف أنه تعبه بالعلاقة ما قاعد يجيب نتيجة وياك، أنت ممكن معاند، ممكن أنت مصر على أنه تنفصل عنه بس بدون سبب واضح. انطي سبب واضح وبعدها انفصل، وإن شاء الله يعني الله اللي بيخير إلك يقدمه. بس يا برج السرطان، نصيحتي إلك بهاي القراءة، نحاول ما تظلم أحد. أيضا برج السرطان، البعض من عندكم أنا نسيت أقولها بالبداية، أكو عندك إحباط، أكو موضوع صار لأربع أشهر أنت منتظر خبر عنه، أو منتظر إنه هو يكمل، بس أكو إحباط، أكو يعني صفحة بحياتك، أو شيء ما بحياتك أنت دا تخطط له أو منتظره، قاعد يصير بيه إحباطات، قاعد يتأخر هواية، كل ما قاعد تحس إن الموضوع اكتمل قاعد يتراجع الموضوع وينتهي، يعني يوقف بمكان، الموضوع واقف ما قاعد يتحرك، مجرد إحباط وتأخيرات. فهذا الشيء هو اللي مأثر على نفسيتك حاليا. إذا كان هذا الشيء هو الأساسي اللي مأثر على نفسيتك، فاطمن، ده يقول لك إنه حاول تفكر بإيجابية للمستقبل، والفترة الجاية الأمور حتبلش تتحرك وياك، بس الموضوع كله محتاج صبر، أنت عليك فقط أن تصبر، بعد هذا الصبر أمورك راح تبلش تتحسن تدريجيا، ولكن أحرص على أنه أنت ما تظلم الشخص اللي موجود بالفئة الثانية. إذا كنت أنت من أصحاب الفئة الثانية فحاول لا تظلم هذا الشخص، حاول تكون واضح وصريح وياه وتقول له شنو سبب ابتعادك عنه، إذا كنت أنت شايل منه أو زعلان، لأنه هنا أنت منسحب، هذا أنت متسحب يعني أنت زعلان، أو ممكن قاعد تراجع، ممكن راجعت نفسك وحسيت أنه هو مو الشخص اللي أنت تدور عليه، فصارح بهذا الشيء وانسحب من حياته بعدين بهدوء. كل التوفيق لكم برج السرطان، تحياتي لكم، وإن شاء الله الشهر يعدي عليكم بخير وسلامة، ويكون أحلى من الأشهر اللي قبلها، والله يحفظكم بظل هاي الأزمات اللي قاعد نعيشها.